تعالوا كده شوفوا جيل بيسلم جيل، ما زلنا بنغني زي ما شاديه من قلبها وبحبها، ما زلنا بنغني يا حبيبتي يا مصر. النهارده المواهب الجميله من طبعا برنامج الدوم هم كمان كملوا المسيره وغنوا في افتتاح المنصوره الجديده امام فخامه الرئيس يا حبيبتي يا مصر. نسمع سوا. أغاني كلها جميلة الحقيقة غنوها، والجميل كمان هنا كان المزج ما بين الدوم وما بين أيضا الكورال اللي موجود في جامعة المنصورة. شوفوا المنصورة يعني قد إيه النهاردة في حالة سعادة، وده الحال الحلو إنه بقى عندنا مدن جديدة بتنضم إلى الخريطة الخاصة بمصر، مش بس كمدن وأبنية، لكن أنت بتضم مدن، بتوسع كمان الرقعة الاستيعابية بالنسبة للسكان، كان بتوسع الخريطة الاقتصادية، بتدي فرص للعمل، حاجات كتير جدا حلوة النهاردة، عشان كده هو يوم مبهج.